مجد لله. من هو النبي؟ رح قلكم من هو النبي، شو دور النبي. النبي هو شغلته يشفي القلب المكسور. وقت اللي انت بترد انسان من الخطية المميتي للنعمة، انت قومت انسان من الموت وبتمجد اسم الرب. هيدي العجيبة. وقت اللي انت بكلمة الله وانت النبي بتساعد انسان بخيل طيعطي ويساعد غيره، مش بس يعطي مصاري انما يصير يعطي سلام، تكون شفيت ايد مشلولة. وهيدي العجيبة. وقت اللي انت بتساعد انسان بكلمة الله حتى ما يسب وما يلعن للرب، ما يحقد ويحكي كلام بذيء، بتكون شفيت اخرس. وهيدي العجيبة. انت النبي بعالمنا اليوم. وقت اللي بتساعد انسان حتى يتعلم يمشي على كرسي الاعتراف ويتوب ويجي على بيت الرب ويتوب، انت بتكون شفيت مخلع. وانت النبي. وها هي العجيبة. اذا عمليا عشو عم ننبش؟ على حياة ابدية، على خلاص روحنا، او عم نطلع على امور الجسد؟ النبي هو اللي بيذكرك بالحياة الابدية.